جاشي عاش الجو والله انك موزنها صح، طالع النجاشي وطالع في نفس الوقت. اقول لا بغيت والله العظيم انك خير 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 معاون اخترت والله العظيم منحن. فاقول لك يا نجاشي اليوم تيجي تستلم ما خلاص ما ابيها، جيت على اخر يوم ما نبي وزارتكم يا حبيبي دحرج وراك. تضايقك ما تبغاها شهايدك سي في ما تبغى شهاده خبره؟ لا لا بيض الله وجهك وخلوه عندكم. طيب نطالبك بفلوس، احنا ما بنطلعك من التامينات ولا بنخلع عقدك. انا اللي اطلب التامينات. كيف تطلب التامينات؟ يا حبيبي كم لي شهر لك شهر بالماينس تروش. ما استلمت انا ريال واحد عشان يصير بالماينس. اي بالماينس حقت العماده بالماينس كيف تستلم؟ وش يا حبيبي وش انا ريال واحد ما اخذت، ايش اسوي لك؟ وش يا فهد؟ اجل اكيد ان في واحد يا اخي مقصر في شغله فصلته. يا اخي ذا يحسب لنا العمده. عاش الدور. مدير شؤون الموظفين. اوكي انت صح انك طيب ها هذه اوراق ابوك ابوك قوي وموظف. هذه اوراق نجاشي مقصر في عمله. ايش تشوف نفس والله قلتها بدايه العماده ابوك خويه قايل له بدايه العماده الله يلعن الله ياخذ الواسطه. عندي عندي عند شفت ذي كلها هذه كلها سجل الغيابات والحضور. صراحه هو الناس اللي توظف واسطه بس صراحه ادى شغله استحقها يعني ادى. عندنا في اليوم الفلاني هنا شوف تاريخ الفلاني تغيب عن صلاه الظهر والعصر ما صلى حتى مع المصلين بعذر يا عمده. حتى عذر انت وزير الشؤون الاسلاميه معي تقرير كبير. عندك هنا ايضا الإمامة حصل فيه تقصير اليوم صلى وقرأ أحد الآيات وأخطأ فيها. شوف شيء فاليوم قرأ أحد الآيات. لا 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 ويقول أن حافظ القرآن كان ما شاء الله تبارك الله وأخطأ فيها. صراحة مشاكل أنا بروح أدورك هوا كلم الله يخطأ يا عمدة راسي مصدع دام الدعوة كذا بروح أخذ لي بروح أخذ لي طبيعة وأجي تلاوة القرآن يومين في عمادتنا. بالله دقيقة بل ثانية واحدة تسمح لي عمدة اسمح لي بس هذه سجل رسمية أوراق إيه خاصة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا محترم أوراقك ومحترم اللي تقدمه أنت حطها في الملف حلو لكنك ترى قروشت أم أم أمنا أنت وعمدتك زين وما شفنا في عمادتكم ما شفنا في عمادتكم إلا كل علم. طيب هذا لا الحرف بدأت حرف حرف الراء زين تفصل من تفصل أنا بفصل عليك بفصل أنا أنا بفصل عليك يا تعود طويل ما شاء الله تبارك عمدتك فوقك بعد اوف اوف بولهي توكل على توكل على توكل على خليك تخيط اصبع ثاني ايش نبك كمله بعدين تكلم ايه توكل على خليك تخيط اصبع ثاني يلا اسف لا بس زين احلاقك والله ما كذب الخواجه قال نجمة سناب اللي فوق راسك ايش قال ايش قال هو نجمة سناب عجب في ذمتك عجبتك ذمتك والله انها حلوه جدا والله العظيم ما توقعت انك حقير للدرجه هذه يا ولدي تعجبك الذبات السامجة دي والله كلمة قوية صح؟ كلمة قوية شكل في قرار سجل بعد العشاء بيصير ليش بعد العشاء الآن؟ كلمة حقيقة ايش معناتها؟ يعني غير مهذب ابغى كحلها عماها اوف اوف غير غير م- م- غير محترم لا 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 باقي هي باقي غير محترم ها يلا خلاص قل انت قليل ادب وخلاص يعني امس يقول امس يقول سواليفك ميتة واليوم يقول غير محترم لا لا صدق صدق هو صادق سواليفك ميتة جيت تسولف السالفة نكفن والله العظيم والله اوف اوف والله سؤالك مين؟ انت والتيشيرت ذاك انت جبيز نرجع الموضوع ايش؟ يا ركان ركان والله الرجال حساس ترى ما ينام بالليل الحين نرجع الموضوع من هو ليه ايه ترى حساس بيصيد 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 ايش بتصيد؟ ايش بتصيد؟ وخر وخر انت بلا تلقط الكاميرات فكتر 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 بتصيد فكتر يو اوه صادني اوه يدي لا لا يدي صح والله اسحبها صدق والله بسحب طيب ها لا يا كلب لا تقاوم لا تقاوم لا تقاوم واحد تو صاحي لا تقاوم لا تقاوم يودو يقدر بسم الله عليك معاونه تدري ان الحين انا شاد حيلي صادق اقسم بالله اني شاد حيلي تبي اعلم كيف اسحبهم واحد واحد لا انا اعرف نفسي انا كذا يا اخوي قلنا كسر ضلع العيال بس ما ابي اجرجرهم واحد واحد كذا لا لا بخليه مكسوره يده والله وقع هنا بس نفصل نسخان هذا ورق استقرار قرار فصل ابراهيم النجاشي من وزاره الثقافه ها توكل على الله تعال اوكي خلا خذ المستحقات عندنا 8000 وشف انا بوقع مو بتوقيع واحد ها توكل على تعال وقعت شوف المطالب المكتوب هنا القم 8000 قسم بالله يومين وفي دائما موظفين حاطينهم حاطين كذا يسمونه ايش حاط راسه براس موظف ايه زي هذا حاط راسه براسك اي يعني بس